أعلنت اللجنة الثلاثية المعنية بعودة النشاط الرياضي والمكونة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة السماح للمنتخبات الوطنية المقبلة على استحقاقات خارجية باستئناف التدريبات الرياضية والسفر. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنه السماح يشمل مراحل الناشئين والشباب والعمومي في ألعاب كرة القدم والألعاب المائية والرماية وألعاب القوة والمبارزة والفروسية وكرة الطائرة والجمباز والتنس الأرضي وكرة السلة وتنس الطاولة. ولتسليط الضوء مشاهدي الكرام من حيثيات هذا الموضوع، معنا عبر الهاتف الدكتور صقر الملا نائب مدير العام لهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية. دكتور، في البداية نقول لك مساء الخير، وأعتقد يعني من بعد يمكن بداية الجائحة وذلك بعد تأجيل تصفيات الكأس العالم والبطولات القارية والدولية، سعت الهيئة واللجنة الثلاثية كذلك من خلال الحسم من خلال هذا القرار اللي أخيرا وصلنا إلى يمكن الضوء الأخضر لإعطاء الأندية من السفر والمعسكرات الخارجية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حاب أمسي عليكم جميعا بالخير. بالنسبة لهذا القرار أتى بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة، عندما رأينا بأن هناك استحقاقات قادمة خاصة للناشئين والشباب في بدءا من شهر ابريل المقبل وحتى شهر 11 في دوره الالعاب الالعاب الاسيويه للشباب. فلهذا اضطرينا بان ناخذ قرار مبدئي وابتدائي من خلال السماح فقط للاعبين المنتخبات الوطنيه اللي يثبت الاتحاد بان هؤلاء الشباب او الناشئين عندهم استحقاقات قادمة ويحتاجون إلى التدريبات الآن. طبعا هذا كله راح يكون بالاشتراطات الصحية، بتواجد الاشتراطات الصحية والالتزام بجميع التعليمات الصادرة من قبل اللجنة الثلاثية. نعم، خصوصا أن منتخبنا الوطني مقبل كذلك على تصفيات كأس العالم. لكن دكتور، إذا أنا بنتكلم يمكن ذكرنا عن بعض الرياضات، لكن ماذا عن بعض الرياضات عن دراستها في المستقبل للسماح للرياضية استئناف التدريبات؟ بالتأكيد مثل ما سوى أبلغتك بأن اليوم هذه خطوة أولى سيتم إعادة تقييمها. هناك اجتماعات عادية ودورية للجنة الثلاثية، وبعد الاجتماع مع اللجنة الثلاثية مرة أخرى في الاجتماع القادم سيتم أيضا الاطلاع على مدى تطعيم الرياضيين وكذلك مدى السماح لألعاب أخرى والسماح لشريحة أكبر من المشاركة. الشريحة المبدئية المشاركة في هذا السماح هو فقط 200 إلى 300 لاعب، وهم المختصين في المنتخبات الوطنية فقط للألعاب المذكورة، اللي بناء على دراسة مقدمة من قبل اللجنة الثلاثية اتضح بأن هذه اللعبات نعم. وهذا العدد من اللاعبين هم المسموح لهم بالمشاركة. دكتور صقر الملا، أكيد الحديث في هذا الموضوع يحتاج تفاصيل أكثر وأكثر من خلال سواء على برامجنا الرياضية أو الإخبارية، لكن حاولنا أن نعطي المشاهدين ضوء بسيط وموجز عن هذا الموضوع. نقول لك كل الشكر لك دكتور صقر الملا نائب مدير العام للهيئة العامة للرياضة قطاع الرياضة التنافسية على تعاونك ويانا وإعطائنا كذلك بعض الأمور يمكن الرئيسية في هذا الموضوع.